ما هو التوحيد؟ نرسل التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. الله تعالى نن وزنعنا خاص بلوان نرسلده بريتو. من توحيد الربوبية. الله نا رب الله تعبريتو. والألوهية. هم إله لقتبر الله لبلد كوايقو يدقانو دبريتو. والأسماء والصفات. هم اسم صفات نبريتو. توحيد الربوبية ما هو؟ نرسل رب الله تعالى الله نبريتو. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله تعالى أنا إشلرنده بريتو. مثلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق. مثال شن الله تعالى برلقة كتروشة. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية. يمكن شو سه الله نا عبادة بريتو. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد لا يعبد إلا الله إفراد الله بالعبادة. الله تعالى جا عبادة تاند بريتو الله تام بشرى بركم جدا عبادة قلنا. الثالث توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى اسم إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. الله تعالى اسم نرنده هم صفات لرنده بريتو تاني.